No words can express the depth of my gratitude for the privilege of having served as your First Lady. To all the people of this country, you will be in my heart forever. كانت تلك هي الكلمات الأخيرة لعارضة الأزياء التي أضحت السيدة الأولى لأقوى دولة في العالم في نهاية ولاية زوجها دونالد ترامب. لكنها منذ ذلك الحين ورغم عودة زوجها إلى السباق الرئاسي كانت بعيدة عن الأنظار إلى حد كبير، لم تشارك في الجولات الانتخابية لترامب ولم تظهر علنا في المناسبات العامة، ولم تكن الاستثناءات لهذا الغياب سوى بعض حملات جمع التبرعات في أبريل وتخرج ابنهما من المدرسة الثانوية رغم وعدها بالمشاركة منذ مارس الماضي. علت التكهنات، البعض يعتقد أنها لا ترغب في العودة لمنصب السيدة الأولى أو ربما لا ترغب في العودة إلى البيت الأبيض بفوز زوجها في الانتخابات، لكن ذلك الغياب لا يرتبط بالحملة الانتخابية وحسب، فالسيدة الأولى السابقة سلوفينية الأصل غابت عن محاكمة زوجها بشأن أموال الصمت في نيويورك ولم تكن حاضرة لحظة صدور الحكم بالذنب أو حتى في حفل عيد ميلاده 78 الذي نظمته له رابطة معجبيه. لتفسير هذا الغياب يلجأ البعض إلى الدائرة الضيقة الصغيرة جداً المحيطة بميلانيا التي تقول إنه حين يسيء إليها زوجها يمكنه أن يتوقع جفاءً جليدياً، فهي تظهر أنها منزعجة منه من خلال أن تبتعد، أن تكون غير مرئية، وهو أمر لا يحبه، فهو يحب أن يجد زوجة شابة جميلة إلى جانبه. والأمثلة على ذلك كثيرة، ففي عامه الأول في ولايته السابقة ألغت رحلتها إلى دافوس بشكل مباشر ولم تركب معه السيارة في طريقه إلى خطاب حالة الاتحاد، وكل ذلك بعد تقارير طويلة عن علاقاته مع ستورمي دانييلز وكاريم ماكدوغال. منذ اللحظات الأولى لحملة ترشح دونالد ترامب الأولى عام 2016 كانت الأضواء مسلطة على ميلانيا المولودة عام 1970، فهي أول سيدة أولى مجنسة في تاريخ البلاد، وهي نفسها التي تعرضت لانتقادات هائلة بسبب اقتباس خطابها في الحملة الانتخابية السابقة من خطاب سابق لميشيل أوباما. عام 2005 تزوجت ميلانيا ودونالد في بالمي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، حينها لم يكن ترامب هو نفسه، بل كان في نظر الصحف والمجلات رجل الأعمال المرح الذي تسعى ورائه النساء. لكن ميلانيا لعبت دوراً في تحويل دفة المسار تلك بحسب مستشار السياسة السابق روجر ستون الذي يقول إنها هي من شجعت زوجها على الترشح للرئاسة. وإن كان البعض يعتقد أن ميلانيا لم تلعب دوراً كبيراً في السابق في حياة زوجها، فإنها أكثر تأثيراً مما يعتقد البعض، ووصلت قوة تأثيرها إلى الدفع بمايك بينس في رحلة الحملة الانتخابية لعام 2016 كنائب لزوجها. إذن ما السر وراء غيابها ذلك؟ هل الأجواء ملبدة بالغيوم بينهما؟ لا أحد يعلم على وجه التحديد، لكن على الرغم من غيابها عن الحملة الانتخابية غالباً ما يذكر ترامب زوجته ويشارك المحادثات بينهما ليظهر للمؤيدين أنها لا تزال تشارك خلف الكواليس من خلال تقديم الملاحظات للرئيس السابق. من جديد لا تعليق من جانب ميلانيا، لا شيء على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لا عن الحملة الانتخابية ولا عن إدانة زوجها ب34 تهمة جنائية. لكن بدلاً عن تقديم إجابات واضحة لأسباب غيابها، عادت ميلانيا إلى الأضواء مع نشر مذكراتها قبل أقل من شهر على موعد الانتخابات الأمريكية. معها وزعت ميلانيا سلسلة من المقاطع المصورة تطرقت فيها لعدة قضايا شملت الأمومة ومداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لمقر إقامتها في فلوريدا وحتى صورها العارية. وما أثار اهتماماً واسعاً كان موقفها من قضية الإجهاض التي تحولت إلى قضية محورية في الدورة الانتخابية لعام 2024. هذا الموقف جاء في خطابها الأول منذ اختفائها عن الأنظار وأثار تساؤلات كثيرة، لا سيما أنه بدا وكأنه مناقضاً لموقف زوجها الذي يعتبر أن كل ولاية يجب أن تكون حرة في تحديد قيودها الخاصة. وبالمثل
كان حديثها عن الحريات الفردية باعتبارها ركيزة أساسية يجب عدم المساس بها، مناقضاً لما يؤمن به زوجها. وخلافاً لذلك أعربت ميلانيا عن إيمانها بأن زوجها أفضل في إدارته من إدارة الديمقراطيين، لا سيما في التعامل مع قضايا مثل التضخم وضبط الحدود والصراعات العالمية، واعتبرت أن ترامب رجلاً مخلصاً لوطنه. ربما لا إجابة واضحة عن وقع العلاقة المعقدة بين الرئيس السابق وزوجته سوى تعليق قالته مؤلفة السيرة الذاتية عن السيدة الأولى السابقة ماري جوردن، لسيما بين شخصين يعيشان حياتين تبدوان منفصلتين تماماً، بين سيدة انطوائية بالأساس ورجل يحب الشهرة والظهور العلني.